بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. من غير سلام ولا كلام ولا اي حاجه، احلى تحيه واحلى شابور رايح لبن شرول. بن شرول اللعيب اللي كنت بتكلم ان عنده مشكله كبيره جدا في الشق الهجومي. بن شرول اللي كنت بتكلم دايما عن اي مقارنه بيتحط فيها مع ماركوس الونسو الادوار الهجوميه اللي بيعملها بتخليه يتفوق على بن شرول بمراحل، رغم ان بن شرول اعلى منه دفاعيا. بس لما الاقي بن شرول اخر 4-5 ماتشات عامل اداء هجومي عالمي، لا 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 لا، بن شرول بيجري من غير كره كمان، لا 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 لا. احلى تحيه واحلى تقدير رايح للسيد توماس توخيل يا جماعه، الراجل اللي من يوم ما وصل تشيلسي والراجل بيقدم مستوى ممتع جدا 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 لتشيلسي كفريق كره قدم، كفريق جماعي. تشيلسي بيقدم كره جماعيه جميله جدا. بدليل انك لو اتفرجت النهارده على ماتش تشيلسي وليستر سيتي، نقطه قوه تشيلسي كانت الثلاثي الخلفي اللي هو روديجر وتياجو وتشالوبا، وقدامهم كان شيرو كاريس جيمس وكانتي وجورجي وبن شرول، هم دول كانوا نقطة قوة الفرقة جوه الملعب. أما الشق الهجومي اللي كان فيه كالوم هوتسون ودوي وموسومونتو قدامهم كايا فيرتز كان معدوم تماما، بدليل إن كايا فيرتز وموسومونتو عملوا مباراة تقدر تقول عليها إن هي نوعا ما متوسطة إلى قد تكون سيئة، لأن هم كانوا سيئين جدا في الشوط الأول. بس برغم كده قوة الخط الخلفي بتاع تشيلسي كانت مخلية الموضوع فارق جدا لتشيلسي الشوط الأول. ده طبعا من غير ما تنسى إدوارد مندي، لأن إدوارد مندي دايما حتى وتشيلسي معاه الكورة بتبقى مطمن كده إن أي هجمة مرتدة عندك حارس مرمى محترم، فمش أي تصويبة هتتشاط عليه من نص الملعب الموضوع هيبقى مولق ومخيب بالنسبة لك. إدوارد مندي في حارس مرمى تشيلسي عامل فارق كبير جدا وعظيم جدا، وما يحسش بيه غير حضر الفترة بتاع كيبا يا باشا، اللي حضر فترة كيبا لازم يحس بالفرق الرهيب جدا اللي ادوارد مندي عامله جوه الملعب. شوط اول تشيلسي بيلعب وان سايد جيم في كينج باور، لا 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 يا باشا، احنا فعلا وصلنا لمرحلة ان احنا بنتكلم ان تشيلسي فريق مرعب، ان احنا بنتكلم ان تشيلسي النسخة الحالية قد تكون نسخة حالية مرعبة لأي منافس. الحتة اللي كان بيتكلم فيها السيد توماس توخيل قبل الماتش ان انا عايز اعمل فريق مرعب يخوف الفرق كلها من هيك وجهه، لا يا معلم احنا كده باهين صح وانت على بداية الطريق، نتمنى بس انك تكمل وما تتوهش. اما الناحية التانية ليستر سيتي بيعاني، ليستر سيتي بيعاني بيعاني يعني، اتفرجت انت باشا على ماتش ارسنال وليستر سيتي وجون الرجاله اللي جابه جابرييل في الكره الركنيه؟ لا ما اتفرجتش عليه، هتلاقي النهارده الجون اللي جابه روديجر، حتى روديجر متخصص كده في ليستر سيتي، تقول له ليستر سيتي يقول لك تعالى انا جاي اسجل النهارده، احنا مش جايين ندافع بس، احنا جايين نسجل قدام ليستر سيتي. شوط اول ليستر سيتي بيعاني، هتقول لي غياب يوري تيليمنز فرق معاهم؟ اقول لك تيليمنز كان موجود في ماتش ارسنال وعملوا شوط اول كارثي. ال 3-4-3 بتاعتهم عندهم مشاكل كبيره جدا في جوني ايفنز اللي بحس ان هو ماسك شيكات على السيد براند روجرز، وبحس كمان ان دانيال امارتي مش حتته ان هو يلعب ثلاثه، ان هو يلعب تحت مع الثلاثه الموجودين، بحس بمشاكل كتيره جدا. حتى لو فكرت انك تحط لوكمان وتحط هيرفي بارنز عشان خاطر تحاول تستغل المساحه اللي هتكون موجوده ورا خط دفاع تشيلسي، فلا يا باشا، كانتي وجورجينيو ما خلوش مساحه اساسا. ده غير سرعه استرجاع الكره من رعايه تشيلسي كانت عاليه جدا، تشيلسي كان موجود جوه الملعب واحد في الشوط الاول، الشوط الاول اللي بتلاقي زي ما قلت لك ضربه ثابته بيقدر يسجل فيها روديجر الهدف الاول، كانتي بياخد كره من نص الملعب ويشرخ ويروح ويشوط ويسجل. هذا هو نحلتنا يا باشا، هو ده انجولو كانتي اللي احنا عارفينه يا باشا، بس كانتي بتاع التصويب في الامطار الاخيره دي لا، احنا بنشوف حاجات حلوه جديده في تشيلسي، نتمنى الاستمرار عليها، نتمنى الاستمرار على كل حاجه حلوه وجميله بنشوفها في تشيلسي يا باشا. شوف كنت بتكلم معاك انا في حته ان كايا فيرتز وموسومونت هم اسوء اثنين في ملعب تشيلسي، هم كانوا اول تغيير وكان حكيم زياش وكان كمان موجود جنب حكيم، لعيب كلنا بنحبه، لعيب كلنا بنعشقه، لعيب لولا الاصابات كان زمانه ليه مكان اساسي في تكتيك تشيلسي، وهو مش محتاج ان انا اقول لك ان انا بتكلم على كريستيان بولوسيتش. بولوسيتش له اصابات كان زمانه موجود اساسي في تشكيله السيد توماس توخيل، بولوسيتش اللي لازم يعني كده يشتغلوا معاه على الاعداد البدني عشان خاطر بولوسيتش فعلا محتاج يكون فتره طويله جدا بيلعبها جوه الملعب، مش محتاج ان احنا نلعب ماتش ونص 7-10 يا عم الحاج، محتاجين نروق كده ونشتغل على نفسنا شغل بدني. وحكيم زياش بالمناسبه، حكيم لعب 25 دقيقه قد يكون الافضل ليه من بدايه الموسم، حكيم اللي خد دفعه معنويه كبيره جدا بعد كلام توماس توخيل عليه ان انا محتاج حكيم، وحكيم لولا اصابته كان بقى واحد من العناصر الاساسيه في الفريق، خلت حكيم زياش يبقى حاجه ثانيه النهارده. حكيم زياش النهارده نزل عمل اسيست اول كوره لبولوسيتش، بولوسيتش طلعها بره، ثاني كوره عملها لبولوسيتش، بولوسيتش سجلها، ثالث كوره اللي كان فيها بن شرول اوفسايد برضه حكيم زياش كان قادر ان هو يسجلها.
اللي هي الكره اللي جت لبولوسيتش وبولوسيتش عملها لكارل موتسون هدوي وكارل موتسون هدوي سجلها في الهدف الرابع واتحسب الاوفسايد. حكيم زياش برده اللي عمل اسيست لكارل موتسون هدوي بالكعب في لقطه جميله جدا. حكيم زياش اللي اتمنى ان هو يصحصح ويفوق معانا ويورينا مستوى مميز، لان زي ما اتكلمنا النهارده أسوأ عناصر كانت في تشيلسي هم كاي هافرتز الفرود اللي كلنا مستنيين رجوع لوكاكو، وتحت كاي موسم مونت كان مقدم اداء سيء لانه لسه راجع من اصابه. اما كارل موتسون هدوي فتقريبا كده كارل موتسون هدوي الضغوط اللي كانت عليه من تمثيل المنتخب الانجليزي كلها راحت بمجرد ان هو اختار تمثيل المنتخب الغاني. كارل موتسون هدوي بقى بيقدم شكل ومستوى مختلف تماما واريحيه في الاداء اللي هو بيقدمه مع جماليات للفريق كشخصية وكجماعية وكتحركات من غير كورة. لو فاتك مشاهدة تشيلسي او مشاهدة بايرن ميونخ فاعلم اعلم عزيزي انك في فرقتين بيلعبوا كورة من كوكب تاني خالص انت متفرجش عليهم، بايرن ميونشن السيد ناجلسمان وكمان توماس توخيل تشيلسي. اما لو انت بتتفرج على حاجة تانية زي بيب جوارديولا عندنا كده ومقتنع ان انت بتشوف كورة جديدة، الكرة الجديدة يا باشا موجودة مع توماس توخيل وموجودة مع ناجلسمان. لو انت تتفرج عليها في حتة تانية بقى قول لي عزيزي، وبالمرة انت قول لي رأيك في الفيديو، لو عجبك خير وبركة واعمل لايك، لو ما عجبكش بالراحة يابا في الكومنتات كده عشان خاطر انت مشجع تشيلساوي ألف ألف مبروك عليك الثلاث نقط، والحمد لله عديت من المطب بتاع التعادل مع برنري، رحت كسبت النهاردة فرقة زي ليستر سيتي 3 في ملعبها مع الرأفة. محتاج الشابوه، محتاج انك لو سمحت يعني تعمل لايك او سبسكرايب، معلش يعني لو يعني لو دايس عليك في المطالب بتاعتك، بس معلش يعني اخويا برضه بطلب منك حاجات يعني مش صعبه ولا حرام.